تتواصل فعاليات النسخه الثانيه من مهرجان العالمين الجديده والتي شهدت انطلاقه قويه بحفل للفنان محمد منير بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية والتي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة أقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة والتي تقام على عدد من الأماكن السياحية والترفيهية بالمدينة